عديت بماتشات صعبه، عديت بمواقف شبه الموقف ده في عدينا بمواقف كتير يعني. تفتكر ايه منهم؟ يعني افتكر ايه الماتش اللي كانت حساباته معقده او كنتوا دايما شايلين همه والجماهير شايله همه قوي وتعاملتوا معاه ازاي؟ كان في ماتش كنا بنلعبه في المغرب مع الوداد، الماتش ده اتغلبنا تقريبا 2-0 او 2-1. كنت مصاب انا ساعتها، ما كنتش كنت المفروض اتأيد افريقيا أي. ولكن كنت متابع بشكل على طول في المعسكرات مع اللعيبه، وكان برضك حاجه شبه كده، والحمد لله قدرنا اللي احنا برضك نرجع. كان فاضل لنا ماتشين في المجموعه وقدرنا اللي احنا نكسبهم، ماتش كان على ارضنا وماتش كان بره، وقدرنا اللي احنا نطلع الحمد لله. كان عندنا تقريبا مش متذكر قوي كام بونت، ولكن قدرنا بحاجه زي كده قدرنا اللي احنا نعدي. فعشان كده بكلم حضرتك عن تجربه، يعني مفيش خوف. بطمن الناس مفيش خوف. انا قلت في بدايه الحلقه احنا كل ملاعب افريقيا بتشهد علينا، يعني في ماتشات كتيره جدا كان كل الخبراء والمحللين يقول لك فرصه الاهلي صعبه ضعيفه، وبكلمك في ماتشات مع اكبر انديه افريقيا، صفاقسي، ترجي، وداد، هلال، يعني كل والفرقه دي على ملعبها وحوش. صح. احنا عارفين يعني ايه تلعب الترجي في تونس، ولا تلعب الصفاقسي، ولا تلعب الوداد، ولا تلعب سان داونز، ولا تلعب الهلال السوداني على ارضها وسط جمهورها. ورحنا والحمد لله يعني قدمنا عروض محترمه جدا، ومع كامل الاحترام لفيتا كلوب، هو يعني فرقه محترمه وكل حاجه، بس لا تقارن بالفرق بالاسماء اللي انا بقولها دي. طبعا يا استاذ احمد، ونقيس على كده اللي يعني مع احترامي الفروقات الفرديه صعبه قوي، يعني احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا اقوى بكتير، وبس هو التوفيق ما كانش محالفنا اليوم دوت. ان شاء الله يبقى معانا، فان شاء الله يبقى معانا يوم الملعب قلقان منه انك انت تنقل على جيل صناعي. بالنسبه للاعيبه الكره دي نقله مش لطيفه طبعا. لا طبعا. بس عندنا زي ما قلت لحضرتك برضو هو الملعب الارضيه تبقى ناشفه، الكره هتجري كتير قوي، ولكن احنا عندنا لعيبه مهاريه بتقدر تقف على الكوره، بتقدر تتحكم على الكوره، فده ان شاء الله يبقى في صالحنا. اللي مش في صالحنا هيبقى العامل بس بتاع الجو. احنا لعبنا على الملعب ده قبل كده يعني، لعبنا على الملعب ده قبل كده، بس الى حد ما بتبقى برضو لما بتاخد حساسيه النجيل الطبيعي وتلق كل ماتشاتك على نجيل طبيعي وتروح تلعب على ملعب ترتان، الموضوع بتبقى صعب. بتبقى صعبه في في الباس، وصعبه في الجاريه، وصعبه في كل حاجه الحقيقه. بس ان شاء الله يا استاذ احمد زي ما قلت لحضرتك، انا بكلمك عن واحد لعب كوره يعني، مش طبعا انا بتكلم اللي احنا عندنا لا قفشه يقدر يقف على الكوره، عندنا حسين ان شاء الله، عندنا طاهر، عندنا لعيبه مميزه تعرف تقف على الكوره.